حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت اسحاق يعني بن سويد عن عبد الرحمن بن ابي بكره عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني مسدد حدثنا معتمر عن خالد الحذاء قال اخبرني عبد الرحمن بن ابي بكره عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجه